بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم استراتيجية التغيير للدكتور صلاح بن صالح الراشد. أخي الكريم، أختي الكريمة، مرحبا بك مرة أخرى. لا بد أن تخطط لمصيرك، وإلا فسوف يخطط حياتك آخرون. التخطيط سمة العقلاء والناجحين. لا تترك حياتك للظروف. دعني أعطيك بعض التوجيهات للتخطيط السليم. 1. خطط لأهدافك بالإيجاب، لتكن أهدافك إيجابية. قل: أريد أن أكون غنيا، بدلا من لا أريد أن أكون فقيرا. أريد أن أكون أكثر تحكما في أعصابي ومشاعري، بدلا من لا أريد أن أغضب. أريد أن أكون صادقا، بدلا من لا أريد أن أكذب، إلى آخره. الهدف السلبي ليس هدفا. عندما تملك بضع دنانير فإنك لم تعد فقيرا، لكنك لست غنيا، ولذا فمن الممكن أن تستفقر في أي صدمة مالية قادمة. لكن الذي يريد أن يكون غنيا لا حدود لتقدمه وتطوره. قد لا تكذب، لكنك لا تصدق أيضا. لو صدقت لتغلبت على الكذب وأصبحت صادقا، ولا حدود لتطورك وتقدمك. 2. ادرس أثر الأهداف. راجع نفسك في الأهداف التي ترسمها. هل هي حقا ما تريد؟ هل سيكون لها أثر سلبي في حياتك وعلاقاتك وعاقبتك؟ اسأل نفسك هذا السؤال. لو حصلت على هذا الهدف فورا، هل سأقبله؟ إذا كان الجواب بالنفي أو كان الجواب بالإيجاب بتردد، فارجع إلى البداية وضع أهدافا تنسجم أكثر مع نفسك. 3. خطط على المدى البعيد. اعلم أن النجاح والتغيير الفعال هو بالتركيز على القرارات بعيدة المدى. في كتابه الأولى أولاً First Things First يقول الدكتور ستيفن كافي أيضاً: عادة ما نحقق أقل مما نخطط فيه في الخطط قصيرة المدى، وأكثر مما خططنا في الخطط بعيدة المدى. وهذه دراسة علمية، يعني أن ما تخطط لعمله في الأسبوع أو الشهر القادم تحقق أقل فيه مما رجوت، وأن ما ترسمه من خطط وطموحات لعشر سنوات عادة ما تحقق أكثر منه. ركز على القرارات بعيدة المدى والتزم بمتابعتها. اتبع الوصفة التالية. اجلب ورقة كبيرة، ثم ضع اسمك وبالخط الكبير في أعلاه، ثم ضع تحته وبالخط العريض أيضا عام 2010 ميلادية. ارسم 10 خانات. ضع في الأولى إيمانيا، وفي الثانية عقليا، وفي الثالثة نفسيا، وفي الرابعة صحيا، وفي الخامسة اجتماعيا، وفي السادسة ماديا، وفي السابعة سكنيا، وفي الثامنة والتاسعة والعاشرة، زد ما شئت. اختصر تحت كل عنوان في كل خانة ما ترنو الوصول إليه في عام 2010 ميلاديا. كأن تقول في الخانة الأولى إيمانيا مثلا: حفظ القرآن كاملا، حفظ 2000 حديث نبوي، صيام 900 يوم، كامل الثقة والتوكل، إلى آخره. وأن تقول في الخانة السادسة مثلا: راتب شهري لا يقل عن 3000 دينار، زائد محل تجاري لبيع القوارب، إلى آخره. 4. ضع تفاصيل الخطة. اذكر تفاصيل ما رسمت من أهداف عامة داخل كل خانة، كحفظ جزء ونصف سنويا لخانة واحد هدف واحد، وذلك بحفظ نصف صفحة أسبوعيا، إلى آخره. كلما ذكرت تفاصيل أكثر، كلما كان التحرك أكثر والتقبل أوقع على النفس. غير أنك يجب ألا تبالغ كي تترك شيئا من الليونة في التحرك. 5. تخيل النتائج. كي تحقق ما ترجوه فلا بد أن تتخيل ما ترجوه واضحا بينا جليا. تخيل النتائج أمامك وبالصورة الواضحة وبالألوان وعلى شاشة كبيرة، والصورة متحركة ولها أصوات واضحة وقوية وقريبة، وتتحرك لهذا المنظر مشاعرك وجميع جسدك. لابد أن تعيش المنظر وكأنه حقيقي، وهكذا تكون رسمت حياتك بنفسك وكما تشاء، لا كما تسمح الظروف والآخرون. 3. في استراتيجية التغيير الفعال، برمج نظام اعتقادك وفق ما تريد. دعني أعطيك أمثلة لقناعات شخصية سلبية تؤثر بك شخصا لو اعتقدتها واقتنعت بها. العمل يتعبني، أنا ضعيف، لا أتحكم في أعصابي، لا أستطيع، لا أطيق، لن أتحسن، سأفشل، لا يمكن، لا أخطط، لا أحفظ، وهكذا.
دعني أعطيك أمثلة لقناعات شخصية إيجابية. العمل يحفزني، المتوكل منصور، إن الله مع الصابرين، إن الله لا يخيب أمل آمل، إن مع العسر يسرا، الشدائد تبني الرجال، في الحركة البركة، إن معي ربي سيهدين، الفشل طريق النجاح، المشكلات مفتاح التغيير، لكل عقدة حلال، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. هذه أمثلة لقناعات شخصية إيجابية. دعني أعطيك أمثلة لقناعات اجتماعية سلبية. المجتمع سبب كل مشكلة، الإعلام لا ينفع أبدا، المطلقة لا تنجح، الجنسية الفلانية سيئة، المرأة ضعيفة، الخير يخص والشر يعم، حشر مع الناس عيد، الفقراء عالة المجتمعات، العالم يحتضر. هذه قناعات اجتماعية سلبية تؤثر سلبا. دعني أعطيك أمثلة لقناعات اجتماعية إيجابية. المجتمع كالبستان، فيه الشوك والبعوض لكن غالبه أخضر ومفيد. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نوايا الشعوب بريئة ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه قناعات اجتماعية إيجابية وتثمر عقلا إيجابيا مؤثرا. أمثلة لقناعات عامة سلبية. الدنيا ما لها طعم، الدنيا شقة، الأولاد هم وكرب، وهكذا. هذه قناعات عامة وسلبية. أعطيك أمثلة لقناعات عامة إيجابية. الدنيا خضرة حلوة كما في الحديث، الدنيا متاع كما في الحديث، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير كما في الآية، تفاءلوا بالخير تجدوه. إن هذه أمثلة من الواقع، وبحسب ما تعتقد وبالتالي تقتنع من نفسك ومجتمعك والدنيا فهو الذي سوف تراه وتسمعه وتشعره، وبحسب قناعاتك يتحدد مصيرك. هناك من الناس من يرى الدنيا غم وهم وبلاء وشدائد، فإنه لن يرى غير ذلك، هو يتوقع ذلك وهو سيحصل على ذلك. هل اشتريت سيارة أو أي بضاعة مؤخرا؟ هل بدأت تلاحظ هذه السيارة أو البضاعة متواجدة في المجتمع وربما بكثرة؟ انظر حولك الآن، لاحظ اللون الأحمر أو الأبيض، هل تراه بكثرة؟ قبل هذا السؤال لم تكن تراه بتاتا. لو اقتنعت بأن اللون الأبيض يجلب لك الشر مثلا، فكيف ستكون حياتك؟ لو ظللت تقول لا أحفظ، فهل تظن أنك يوما ستكون حافظا؟ لو رددت الدنيا شقا، فهل سيسعدك شيء وتصطدم مع قناعاتك الجازمة هذه؟ لو اقتنعت أن جنسية معينة من الناس سيئون، فهل ستستفيد أو تصاحب أحدا منهم؟ لو اقتنعت أنك لا تتحكم في أعصابك، فهل ستتحكم في أعصابك؟ لو اقتنعت أنك ضعيف، فهل ستتصرف بقوة أو تتشجع لعمل شيء؟ لو اقتنعت كما اقتنعت عشرات الطوائف أن العالم يحتضر، فهل سيكون لديك أمل في العيش والتحرك والإصلاح؟ لو اقتنعت أن العالم لا ينفع بشيء، فهل ستصل إلى الملايين من الناس؟ إن قناعاتك أو اعتقاداتك هي أخطر شيء يجب أن تنتبه إليك. هناك أناس شلت حركتهم بسبب قناعات فاسدة. لهذا السبب تجد أن الإسلام أعطى العقيدة الاهتمام المكثف،